اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني وجدت في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني وعطفيني به فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا الساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وزمرة قعدي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معك تحت الكساء فما كانت إلا الساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختارك الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معكم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن نكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي يا رسولي وخليفتي وصاحب رواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأوحي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما
يحزنكم، أنا حر لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم، وعدو لمن عاداكم، ومحب لمن أحبكم، إن لم مني وعنا منكم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سمواتي، إني ما خلقت السماء بنيا، ولا أرضا فلقيا، ولا قمرا منيرا، ولا شمسا مريا، ولا فلكا يدور، ولا بحر يجري، ولا فرق يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكسار؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وعبدها وبعلها وبنوها. أحببت على الأرض ليكون معكم سادسة. وقال الله: نعم قد أذنت لك. فحبك العميد جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي العلا يقبلك السلام ويخصك بالتحية والذكرى، ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء مبنية، ولا أرضا مدحية، ولا قمرا منيرا، ولا شمسا مضيئة، ولا فلكا يدور، ولا بحر يجري، ولا فلك يسري، إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. قال علي بن أبي: يا رسول الله، أخبرنا لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر قدرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة، فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا، وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستغفرني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيه محموم إلا وفرج الله هما، ولا مرموم إلا وكشف الله هما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورة الملك الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.